أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا مع بعض دلوقتي نستعرض جولة سريعة في أحوال الطقس اللي النهاردة هيكون زي ما قلنا معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية. الجو هيكون مائل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء، وفي فرص سقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء ومتوسط الشدة على مطروح. كمان النهاردة في شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية منه للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا منى. أهلا وسهلا دكتورة منار. درجات الحرارة هل في طريقها للانخفاض ولا الجو هيفضل لطيف زي ما احنا شايفين اليومين دول؟ بالفعل يمكن ال 72 ساعة القادمة هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة فترات النهار وفترات الليل، لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود أيضا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيساعدنا على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة تماما خلال فترات النهار، أجواء خريفية معتدلة على أغلب المناطق الشمالية للبلاد، سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، أيضا محافظات شمال الصعيد، أجواء بتكون أجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار. نعم. خلال فترات الليل هيحصل تباين في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، يمكن فرق درجات الحرارة أحيانا بيوصل ل 10 و12 درجة مئوية في بعض المناطق، أجواء مائلة للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. ايضا اليوم مع وجود المنخفض الجوي طبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضه والمتوسطه هيكون في فرص لسقوط الامطار، يمكن تاثيرها اكثر في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، كل المحافظات المطله على البحر المتوسط معرضه لسقوط الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه في بعض المناطق على فترات متقطعه من اليوم. المناطق الداخليه تتعرض لسقوط امطار لكن بكميات اقل، تكون امطار خفيفه على جنوب الوجه البحري، مدن القناه، بعض المناطق كمان من جنوب محافظة البحر الأحمر، لكن الحمد لله مجمل أمطار اليوم إن شاء الله مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية. غدا كمية الأمطار إن شاء الله هتبقى أقل كمان من اللي هنشهدها اليوم، وهيكون في استقرار في الأحوال الجوية من الخميس القادم بإذن الله. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف مدن ومحافظات مصر. القاهرة العظمى فيها 24 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 24-16، الإسكندرية 22-17، العالمين الجديدة 22-17، مطروح 23-15، دمياط 23-19، بورسعيد 23-19، والإسماعيلية 24-16. السويس العظمى فيها 25 والصغرى 17، العريش 24-17، كاترين 18-9 وهي الأقل النهاردة في درجات الحرارة، طابة 25-20، حلايب 27-21، شلاتين 28-22، شرم الشيخ 28-21، والغردقة 27-19. الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 16، بني سويف 24-14، الوادي الجديد 27-12، أسيوط 24-12، سوهاج 25-13، قنا 28-17، الأقصر 29-16، أما أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 19. وبكده مشاهدينا نكون خلصنا مع بعض بيان بدرجات الحرارة. نرجع على طول لمصطفى والفسنت نكمل معهم باقي الكلام. اتفضل. شكرا لك يا منى.